بعد ما طمناكم كده على احوال الطقس النهارده، خليني كمان اطمنكم على اسعار العملات النهارده اخبارها ايه، ونبدا مع الدولار الامريكي. سجل النهارده الدولار الامريكي للشراء 29 جنيه 55 قرش، اما للبيع 29 جنيه 67 قرش. اليورو سجل النهارده للشراء 31 جنيه 99 قرش، اما للبيع 32 جنيه 31 قرش. جنيه استرليني سجل النهارده للشراء 36 جنيه و6 قروش، اما للبيع 36 جنيه 22 قرش. الريال السعودي سجل النهارده للشراء 7 جنيه 86 قرش، اما للبيع 7 جنيه و90 قرش. النهايه عندنا الدينار الكويتي سجل النهارده للشراء 96 جنيه 78 قرش، اما للبيع 97 جنيه و20 قرش.